أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية هي نتاج للعلاقات التاريخية المتميزة وما يربط بين البلدين الصديقين من اتفاقيات أسهمت في تعزيزها والتي كان آخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مشترك في كافة المجالات والأخذ به نحو فضاءات أوسع بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الضبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد سيث والبير مولتون عضو الكونغرس الامريكي ممثل ولايه ماساتشوستس بالولايات المتحده الامريكيه حيث اشار اسمه الى ما وصل اليه العمل والتنسيق المشترك بين مملكه البحرين والولايات المتحده الامريكيه الصديقه من مستويات متقدمه واهميه الاستمرار في الدفع بالعلاقات الثنائيه والشراكه الاستراتيجيه نحو مزيد من التكامل بما يعود بالخير على الجميع كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدا سموه على الدور الهام الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ الأمن والاستقرار في العالم بما يدعم مسارات التنمية